اهلا وسهلا فيكم، انا حبيت اصدقائي اصحابي محبين الكرام بصفحة يتفرج فلوكس لعمو احلى الفيديوهات والاشياء المتنوعة اللي حتمر معنا بالحياة وحنستفيد منها على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد العام. نحن اليوم حنكون من قلب البيت كمان مثل ما عودناكم، وان شاء الله قريبا مثل وعدناكم انه حنبلش نوسع النطاق، حنطلع لبرا على الطرقات على العالم على الشوارع، حنزور جامعات مدارس معاهد مستشفيات كله على بعضه بلبنان، وحننتقل من الأسبوع الجاي إن شاء الله بلندن. واليوم حبيت أحكي عن شيء خاص فيي، عن سابق اكسبيرينس، عن أهم أغراض السفر التي نحتاجها أثناء السفر للخارج، خاصة الطلاب الذين يسافرون للخارج للدراسة. أهم شيء هو رقم واحد حمل الأجهزة الإلكترونية. واحد بده يسافر لازم أهم شيء يكون معه شارجر، لابتوب، موبايل، سمارت موبايل، وصلت معه للي بيعوزها، ومبركات للتخزين. مثل ما بنعرف هلا مع التطور والتكنولوجيا وكل شيء كله صار على الإنترنت، يعني بحي الله دي المعلومات اللي بدنا إياها اللي بدنا نعوزها للدراسة حتكون معنا على الإنترنت، وحنقدر نطلعها بثواني قليلة ونستفيد منها لحظة بلحظة وعلى السريع بلا ما أي تعذب. الشغلة التانية حمل ملابس الخاصة باختلاف الطقس. إذا واحد رايح على طقس بارد وسقع مثل أوروبا كندا أمريكا، إذا بياخد معه أشياء باردة، جاكيتات، كمزات طويلة، قمصان دافية، كلسيتات، كله دافي خارج الطقس اللي رايح عليه، يتأقلم مع الطقس. وبعدها بتكون انت تعرفت على المنطقة اول 3 4 ايام، كنت تعرفت على المنطقة على الاسواق على المحلات، وبتصير تشتري حسب ما يناسبك. اذا كان طقس دافي ولا كان طقس بارد ولا طقس معتدل، تكون انت تأقلمت بالجو اول 3 4 ايام اول اسبوع، وبعدين بتصير تعرف كيف بدك تتأقلم وتجيب الاغراض اللي عايزها. تالت شيء هي ادوات الطبخ التقليدي. اذا كنت من الاشخاص انه بيريدوا يطبخوا نفسهم لتعود أول فترة، بتاخد معك أدوات الطبخ التقليدية مثل طنجرة، مقلي، صحن، شوكة، سكين، أغراض الأساسية، وتتأقلم بالجو. كنت طبخت أول 3 4 أيام الأكلات اللي أنت اللي أخدها معك تقريبا ومع أدوات الطبخ، وبعدين بتصير تطلع لبرا تتوسع، تروح تجيب من الأسواق من المطاري، بتصير تكون أمن البلد لفترة طويلة، وبتصير تعرف أنت شو بدك تجيب، شو بدك تحمل، شو بدك تسوي. أهم شيء الشغلة الرابعة إنه واحد يحمل معه كمية الكافية من المال. كمية الكافية من المال إنه تقريبا كمية مبلغ يكون كاش. أهم شيء كمان إذا اضطريت يكون معك شيء ضروري تستعمله، تضطر لتدفع مصاريف لتروحات، مجيات، ترنت، تاكسيات، مدفوعات، يكون معك كاش بالإيد، وبعدين لتكون أقلمت على الطريق وعلى الجو وعلى الحياة وفتحت حساب بالبنك. أهم شيء إنه بعدين تفتح حساب بالبنك. تكون فتحت حساب بالبنك بصير معك كريدت كارد، ديبت كارد، اللي هو بصير فيك تتصرف فيه بالبلد اللي انت فيه براحتك، بتحط مصريتك بالبنك بطريقة أمينة وسليمة، وبش بتعوزها يكون معك حامل كمية كبيرة من الكاش، لأنه أهم شيء بعدين للسرقة وللعمليات النصب والاحتيال يكون معك بالبنك حاطتهم كمية من المال يعني المطلوبة كفيتك للشهر اللي انت فيه محطوطة بالبنك. خامس شيء اعرف من هو صديقك الحقيقي. خامس شيء هو اعرف من هو صديقك الحقيقي. من بيت الغربة ما فيك كل واحد تتعرف عليه وكل واحد بتعرفه عن سابق خبرة، يعني سابق خبرة سنتين بالغربة و4 5 سنين بالجامعة، ما تعرف من هو الصديق الحقيقي إلا بالأزمات الصعبة. انتبه من هو صديقك الحقيقي. بالغربة حتتلاقى بعرب، كويتي، إماراتي، خليجي، إنه من الكويت، قطر، عمان، بحرين، الأردن، عربي، تونسي، جزائري، ليبي، مصري، لبناني، كلن هودي عرب مثلك مثلهم إذا أنت عربي. حتتلاقى بإيطالي، إسباني، برتغالي، أمريكاني، كندي، مكسيكي، صيني، آسيوي، حتتلاقى من كل فئات العالم، كل بلدان العالم، أنت وبالغربة وعم تدرس. بدك تنتبه من كل صديق، ما فيك أول شي تعطيه سرك، ما فيك تفوته على بيتك، ما فيك توثق فيه، ما فيك تحكي معه بأشياء سرية، ما فيك تاخده على مطارحك أنت اللي كتير حساسة عندك،
أنتك تعرف من هو صديقك أول فترة. أول فترة هي حتكون مثلا تجمع أصدقاء، تتعرف عليهم، تظهر معهم. بعدك جاي ما بتعرف حدا، بدك تكون الأسرة هيك حواليك، تحيطك. قصتك بالغربة اللي حتكون حتك كل فترة الدراسة وحياتك بالغربة. فأعرف من هو صديقك ومن هو غير صديقك. مثلا أصدقاء ببينوا بأوقات الصعبة، مثلا إذا وقعت بضيق أو بحشرة وبدك صديق يساعدك، بتدق له. إذا ناداك وردلك وساعدك هذا صديق وفي، إذا ما ساعدك هذا صديق بس مش صديق وفي. هذا صديق ما فيك تعتمد عليه بأوقات الصعبة وبالغربة وبإشياء اللي حتكون مضطر تعوزها. يعني انتبه من هو صديقك، تعرف عليه أكثر، احكي معه، ناقشه، عرف تفكيره، نشاطاته، طموحه لبعدين، شو هواياته، شو كان يعمل. تعرف عليه، الخلط بينك وبينه بالحياة بالعام، وروح اظهر معه، اتغدى، تعشى، اعمل كزدورة، كزدير، روح باركس، روح ملاهي، روح سينما، احكي انت وياه، دروس اذا كان معك بالاختصاص. بعرف من هو صديقك، وهي النقطة عم شدد عليها، انه بالغربة في اصدقاء بيتعانوا بالضهر، وخاصة اذا كنت انت عربي وهو عربي. العرب يعني بالغربة اوقات في منهم بيحنوا على بعض وبيساعدوا على بعض، وفي منهم ما بيساعدوا بعض وبيطعنوا بالظهر بيكسوا. فاعرف من هو صديقك الاصلي وتعرف عليه، وانتبه من حواليك. فالاصدقاء وقت الضيق وبالغربة بدك حدا يكون صديق وفي ومنيح. جرب قد ما فيك، لو ما كان اثنين ثلاثة، ولو واحد وفي ومنيح فيك تعتمد عليه، احلى من خمسة ومية مش منيح وأصدقاء مش للأوضاع كتير. هاي الشغلة انتبهولها كتير، ومن هون من أخ صديق ومساعدكم إن شاء الله، نصيحة أخوية للحياة، شو بيقولوا، نصيحة بجميل. وهلأ ببلاش واستفيدوا منها لوجه الله، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها. أهم شي كمان بدي زيد، تعلم من كل شي حواليك. أنت جاي على بلد لتتعلم، لتستفيد، لتتعرف، لتستنشق روح الحياة الموجودة بهالبلد، العادات والتقاليد القديمة والمفيدة اللي استفادوا منها آلاف العالم وملايين العالم السنوات القديمة بالدراسة فيها. استفيد منها، استفيد من كل شي حواليك لو كانت واقعية وغير واقعية، وانت تعلم منها لو كانت صغيرة ولو كانت كبيرة، بحجم نملة ولا بحجم جمل. كل شيء حواليك حيفيدك. تشرب كل المعلومات النظرية والعملية، معلومات اللي حتكون مفيدة وتفيدك بالحياة، وخبرات ومسائل كبيرة يمكن تستفيد منها على مستوى شخصي أو على مستوى عام، حتكون مفيدة لقدام خلال دراستك وخلال عيشتك بالحياة وخلال عيشتك بهالبلد أنت فيه. وانتبه عليها واستفيد بكل لحظة انت عايشها، انه حيكون هو من احلى لحظات حياتك. تاني شي بدي كفي موضوعنا كبير، بدي كفي على السلامة. السلامة اولا، صحتك وسلامتك اولا. انت حتكون مجتمع هادف للفساد، للاخلاق المش منيحة، تطور زيادة غير الجيد. انت حتكون مجتمع مش مثل مجتمعك، مش مثل بيئتك، مش مثل حياتك، مش مثل العايش فيه، مش مثل الأسرة اللي كانت حميتك، مش المودة، المحبة، الألفة، الحياة الاجتماعية، حياة العالم اللي بحبوك اللي حواليك، الثقافة، الأكاديمية. المجتمع كله فيه سلبيات كتيرة، في فساد، في دمار، في خراب، في مافيات، في عالم بدها تستغلك. لازم كمان هيك لازم تكون حذر، كامل الحذر، كامل الحذر بكل خطوة بتخطيها وبكل شغلة بتعملها، من النهار اللي بتفيق فيه للنهار اللي بتنام فيه. يعني كل نهار 24 ساعة بدك تكون موخي الحذر. وأهم شي تعتمد سلامتك أولا، مش تخلي سلامة الآخرين على حسابك، مش تودي حياتك بالخطر كمان غيرك، وغيرك يمكن ما بيستاهل وانت بتستاهل اكتر. فأهم شي السلامة، انتبه على صحتك، وتنتبه من هودي اللي بيتعاطوا، هودي اللي بياخدوا حبوب،
الشرب، الخمر، السكر، الأشياء الفاسدة، أشياء حتغير طريقك أول ما توصل، دايما تكون على دراسة النجاح والتخرج، حتصير بالتعاطي والذهاب والسكر والشرب والبهارات والسهرات حتوصل على طريق مسدودة وبعلى نهاية، حيكون نهايتها سيئة. ما حدا ماشي بهالطريق السيئة ووصل، خليك متبع خطواتك، ماشي بالطريق الصحيح، واهتمام أهلك، وأهم شيء موضوع اللي بدك توصل له اللي جاي، أنت قاطع كل هالطيران والمسافات والأشياء اللي تحققه، وأهم شيء تبع حالك والصحة والصديق الوفي. ونحن طولنا عليكم، بس إن شاء الله لقدام في فيديوهات أكتر وأحسن، إن شاء الله تستفيدوا منها. وأهم شيء أصدقائي ورفقاتي بالغربة، وأنا واحد منهم، إن شاء الله تستفيدوا منها. ما بدي أكتر عليكم، تبعوا حالكم، وأهم شيء الدراسة، إن شاء الله كله بيرجع لأهله سلمين غانمين. وهيدي الغربة صعبة يا أصدقائي، تبعوا حالكم، ما بدي أوصيكم، وإن شاء الله بالتوفيق مع فلوق جديد قريبا. ملوا لايك وسبسكرايب وشير، نضلنا عم نشجع سوا بعض، ونكفي عم نستفيد، وانتو تستفيدوا، اهم شي انتو تستفيدوا. موفقين ان شاء الله.